عاصي بوس ايدك لتهد الدنيا فوق روسنا. بس امي بس بقى، انا اللي بدي هد الدنيا ولا الاجدب اللي مفكر حاله عنتر زمانه بده يدفع ثمن اللي عمله؟ لك مو انت اللي حطيت له قنبله؟ حطيت له اشاره ليفهم انه انا اللي مأمن له الحمايه كل الفتره الماضيه، وانا اللي بقدر ارفع عنه وقت بدي. ترفع الحمايه عنه يعني عم تهدده؟ ايه يا ستي عم هدده، لما بده يعمل حكيم على سمانة بهدده. هدول تجرأوا على اسم عيلتنا، يعني على اسم ابي الله يرحمه. بتعرفي شو يعني ابي ولا نسيتي؟ بعرف ما نسيت. معناتها بتفهمي هالحكي؟ بتقولي له انه اسم عيلتنا مو ملكي انا وحدي، هاد ميراث ابي، يعني ميراث امي، يعني امانه تاريخيه. ولا تحافظ على هالامانه التاريخيه وتحط له لاخوك قنبله تحت مخدته ليصحى من غروره. عامل لي فيها العبقري اللي البلد بتوع بلاه. من هون ورايح بده يعرف انه عاصي ما حدا بيصوتي حيطه، وما حدا بيعطيه اوامر، ولا حدا بيعلمه شو يعمل وشو يساوي. انت هيك رح تهد الدنيا فوق روسنا. هذا الكلام بتقوليه السيد فرات، وبتقولي له لعب الاولاد اللي عمله بده يدفع ثمنه. لك انت شو صار لك؟ صار لي انا، صار لي انا من هون ورايح ما بقى يمون يطلب كاسة مي بدون شوري. هذا اللي صار لي. عاصي عاصي امي، خلاص خلاص بوس ايدك فهمي هالكلام وخلاص. عاصي عاصي